احتفلت مساء أمس السفارة الصينية لدى البلاد بذكرى استقلالها الذي يصادف 28 من ديسمبر من كل عام. المناسبة كانت بحضور أمينة الدولة بالخارجية الدكتورة حواء عثمان جامع بجانب بعض من أعضاء الحكومة وأعضاء سلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد. تقرير زمزم طاهر عاشور. بدأت هذه المناسبة العظيمة بعزف نشيد السلام الوطني لدولة الصين والنشيد للبلاد. ومن ثم بدأ الحفل بكلمة سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد سعادة ووتين، والذي ثمن العلاقات الشادية الصينية والتي تتقدم يوما بعد يوم إلى الأفضل، وقدم شكره لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على جهوده المتواصلة في تقوية وتعزيز العلاقات بين البلدين لصالح الشعبين. هذا وقد تخلل الحفل تناول بعض المرطبات المعدة للضيوف وكبار الشخصيات الذين شاركوا في إحياء هذه الأمسية للاحتفال بذكرى الاستقلال المجيد لجمهورية الصين الشعبية.